طب يا جماعه، بعد نجاح الجزء الاول وانا دلوقتي بفشر وبكدب عليكم عشان لسه مسجل الجزء الاول بقالي 3 دقايق حرفيا، وغيرت التيشيرت واللون اللي ورايا ودخلت سجل تاني على طول، ولكن انا متوقع انكم يعني تتوصوا ويعني تخلوه بصوا يطلع ترند حرفيا. قلنا نخش نكمل في المقاطعه بتاعتنا، والمره دي نضمن ان ماكدونالدز او رونالد ماكدونالدز ده مات. بس قبل ما نقفل مش ملاش خالص، مش مشترك مش هسال عليكم اكتر من كده. يلا بينا على اللعبه. من سنين كتيرة انا اخترقت ماكدونالدز عشان اسرق الوصفة بتاعتهم، لكن من ساعتها كل ماكدونالدز قفلوا. كنت فرحان ساعتها عشان المطعم بتاعي بقى شغال كويس، ولكن مؤخرا ماكدونالدز فتح تاني، والناس بقت الفترة دي بتسأل ليه البرجر بتاعهم طعمه حلو قوي. انا محتاج اروح برضو المطعم بتاعهم واسرق الوصفة بتاعتهم تاني عشان الناس تحب البرجر بتاعنا كمان. انا مش عارف ايه الانسان الطماع ده، يعني ايه ده نفس المطعم صح ولا مش هو؟ لا جددوه. بصوا كان هنا الباب مختلف اظن، اهو مستر رونالد بتاعنا. وندوس بلاي. بسم الله. هي برضو كذا نهاية زي الجزء الاول ولا انا عايز اعرف؟ بصوا مكان مختلف، عربية. بسم الله ما شاء الله جبت عربية جديدة، وانا عايز اعرف انا ممكن اهرب برضو ولا لا. فيش هنا مكان هروب ولا حاجة؟ ايه ده في واحد اهو. دي لعبة مش حياة حقيقية. ما تقدرش تروح اي مكان انت عايزه دلوقتي، لف وارجع لماكدونالدز. انت عندك حاجات كتير جدا تعملها، زي مثلا انك تسرق الوصفة السرية. الو. طيب ايه ده؟ مين اللي بيتكلم ده؟ انا عايز اجيب له الراجل اللي قتله في اول لعبه. بصوا المره دي بقى بيتمشى بره المطعم، ما ينفعش اخش بين. خلاص يا اسطى مكتوب هنا، انا شايف انك نوب وما بتعرفش تلعب، حرفيا مكتوب نوب اهو. هعلمك اللعبه ازاي بتشتغل. يقول لك دوس ايه عشان تفتح الباب، وبعد كده دوس ايه تاني عشان تشيل حاجه، وبعد كده دوس ايه تالت عشان تستخبى في المكان. انت فاهم ولا لا يا غبي؟ هو بيقول لي انا غبي ليه؟ وبيقول لي في كمان شويه زرار كمان ممكن تساعدك، بس مش هحتاج اي حاجه ثانيه غير زرار الاف. ما اعرفش ليه هحتاج زرار الاف. بسم الله. هو ايه اللي بيحصل؟ الو. وبتطلع بلون كمان. طيب مش كان هو بيطلع بره؟ انا عايز اشوف بقى، اشوف انا عايز اشوف المكالمه التليفون دي اللي يتصل بيجي يدي برجر كينج يجي يدي على دماغه كده. بسم الله. ايه ده في حمام بره وبتاع وحركات وبتاع، مفيش حاجه. اديتها ريحه ودخلت في الزباله. انا اطلع ازاي؟ طب ده انا ممكن استخبى في الزباله المره دي. حلو، هستخبى في اسرائيل. اوه اوه ايوه. To get the secret recipe you will have to create 3 minions. لازم اعمل 3 minions، والعلامات دي زي اللعبه اللي فاتت برضو الجزء اللي فات بتقول لك ازاي تعملهم يعني. ماشي بس نقفل ده. ايه ده؟ انت بتعمل لنا عصفور لمطار العقول؟ هو ايه، هو دخل كده هيخش لي ولا ايه؟ لا الحمد لله. مش البتاع ده يا اسطى اللي هو اللي بيشربه بيموت بيتهالي؟ ماشي انا محتاج بقى اعمل البرجر هنا. هو ايه القرف ده؟ هو ايه اللي جاب موجود هنا على الطبق؟ مش فاهم. ماشي محتاج هنا بطاطس، خد بطاطس، حط هنا بطاطس. اوكي محتاجين ايه كمان بقى؟ محتاجين همبرجر. اجيب همبرجر منين؟ افتح كده. انت عايز انه بيبسي؟ اخص اخص على البيبسي اخص. هشوف بس هو هيجي لي ولا لا. انا اسف يا اسطى يا اسطى يا اسطى، حشرني. انا اسف خلاص. ايه ده؟ هو مفيش تلات نهايات؟ مفيش تلات ارواح ولا ايه؟ ايوه هتعمل ايه بقى المرة دي؟ ده ايه ده؟ ده كاتشب ده ولا ايه؟ قنبلة تاني؟ ايه اللي بيحصل؟ كفاية يا اسطى انا مت خلاص. عملني لحمة مفرومة اهو. يا نهار ابيض، كاتب لي باد اندنج، نهايه حزينه. السر الحقيقي في خلطه ماكدونالدز، انتوا شفتوا ايه هو؟ يا نهار ابيض يا جماعه. طيب تعالوا بقى نخش تاني. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ايه اللي بشوفه ده؟ ماشي خش بسرعه قبل ما يخش المطعم هو. ماشي واحنا عايزين همبرجر. ماشي هنا محتاجين. يا اسطى كفايه يا اسطى يا اسطى يا اسطى يا اسطى، انت شفتني ازاي يا عم بقى؟ هيحطني في اللحمه المفرومه تاني. هيحطني في انا اللي هبقى لحمه مفرومه. طيب انا عايز اخش الحمام اشوف ايه اللي في الحمام بقى. طيب بسم الله بسم الله، نشوف بقى هو فين بس الاول. اديها واحده. شاطر. جوه بقى انا هستخبى هنا. يا رب يطلع يروح هناك. يا رب يا رب. الله انت راجل جامد يا اسطى. You have a lot to learn to escape from me, obviously.
ايه ده؟ ما اعرفش ده بيعمل ايه بس ماشي. خلوط. ايه ده؟ ايه ده؟ هو اللي بيحصل؟ I'm in a time loop. Help me. اللي بيحصل؟ لا بضيع شويه قوي. مش عارف والله اللي بيحصل، بس انا هخش الحمام افتح البيبان التانية بقى، يعني في بيبان ما فتحتهاش، ولا اخش المطعم. لا انا هستناه يطلع من هنا. هو مدخل بقى البيبان التانية. المشكله مش فاكر اصلا الصراحه ده كان موجود في انه باب، وفي البتاع اللي هو بتفتح بيها البيبان دي انا لسه ما فتحتهاش. شوف بس يطلع، شوف نستنى مستر رونالد. اقول لك وما تزعلش يا اسطى، يلا بقى اخلع بقى، اخلع بقى، بلاش بيض بقى. ايوه دي بس واحده ملوكي. ماشي اطلع بقى هنا كده، خش الحمام بسرعه. شوف ماشي، احنا فتحنا ده. اللوط، اللوط كبير. ماشي انا محتاج دي، ما ينفعش ابضحه في دماغه. ماشي اطلع بقى، انا محتاج دي افتح بيها الباب اظن، الباب اللي هناك، بس عشان افتحه اصلا نهار ابيض. ايوه اروح هناك بقى، ما ينفعش اقفل الباب ده. طب بقول لكم انا هجرب اعمل حاجه، انا هجرب. اه لا ده ما ينفعش، كنت عايز اجرب اشرب ده. ربنا ما يشوفنيش بس. ربنا ما يخشش يا رب يا رب يا رب. هناك بقى اروح يمين او شمال. ايوه ايه ده، ده في مفتاح هنا. ايه ده المفتاح ده بتاع ايه؟ ماشي عرفنا ان في مفتاح هنا. محتاجين صودا حمراء، هي دي. محتاجين برجر، محتاجين برجر معفن. بسرعة هات برجر. فين الحديدة؟ آه عملت. هات دي سيكريت دريسب. جبت السيكريت. تعالى تعالى. اخلط دي دي. هو كده مات ولا ايه؟ خلاص يا اسطى هو مات. العشوائية دي هيدمره تاني. يا نهار ابيض. هيا جود اندينج. انت جبت السيكريت ريسبي بس ما كانش ليها لازمه عشان السرقه مش حل. امال ايه الحل؟ طب يا اسطى يا نهار ابيض، احنا كده خلصنا كل النهايات ولا ايه؟ ثلاث نهايات. واظن يا جماعه اظن دي كل النهايات. انا مش عارف ايه اللعبه العشوائيه الغريبه جدا دي، ولكن يعني كده المفروض اللي احنا خلصنا من رونالد ولا ماكدونالدز الكائن ده، المفروض احنا خلصنا منه بقى لتاني مره. فما اعرفش بقى في جزء ثالث للعبه دي ولا لا. ولو في العاب غريبه برده ديب ويب زي دي يا ريت تكتبها لي تحت في الكومنتات. وبس كده يا جماعه، شكرا على الدعم بتاعكم.